مراد خان، وعندك تواجد قوي في الأعمال السينمائية وكذلك في الأعمال المسرحية، وين كنا شفناك أنك أخرجت مسرحية تحويسة اللي كان، نعم اللي كان عندك يعني تعرضت، احكي لنا عليها. واسكو الجمهور أكيد واللي عشاق المسرح حابين يعرفوا إذا كاين عروض. نحن نتمنى قبل ما نحكي لك على تحويسه، نتمنى ان شاء الله الشعب الجزائري يعاود تعاود توليد ثقافه المسرح، لان كما يقول مثل اعطيني مسرحا اعطيك شعبا عظيما. يعني هذه مسرحيه هذا شرف لي، اني رابع عمل لي في الافراج في المسرحي، وهذا شرف لي. بينهم كاين محمد امين بوسعد، وكاين مدام لويزا نهار، يعني الممثله لويزا نهار، وكنت انا في التمثيل ثاني معهم. تحويسه هذه يعني كما نقول لك، هذه حاله كما نقول لك، نهضروا على الفنانين بين القديم والجديد، يعني بين نقدروا نقولوا احنا بين البارح واليوم. والحمد لله كما يقول لك، احنا ما نقولوش بان قالوا والناس هضرت باللي الفن ولا التمثيل في الجزائر مات. نو نو، راهو مريض، راهو مبليسي، ولكن الطب تاعهم الفنانين باتم معنى الكلمه، الرقاد الفنانين هما اللي ان شاء الله هما يداويو ويعاودوا ان شاء الله جمهورنا الكريم يعاود يولي ان شاء الله. للمسارح، وتعاود تولي الثقافه تاعنا ان شاء الله في الواجهه باذن الله. بوركوا با ان تكون عندنا يعني اندستري دو سينما ان شاء الله. بوركوا با باذن الله نتمناو هذا الشيء. وهذه يعني مسرحيه فيها سويها، فيها فرجه، فيها ضحك، وفيها يعني كما قلت لك دي ميساج.